بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد والشكر لله على نعمة الصحة. ربنا يديم عليك وعلينا الصحة يا رب. هكلمكم النهاردة في حاجة ناس كتير بتسألني، ان ليه بعد انا مشفيت وخسيت ووزني مثالي وكويسة الحمد لله مستمرة على الصيام. اولا انا تعودت على الصيام، انا داخله دلوقتي على 3 سنين. بصحى الصبح اخد فنجان قهوه وعليه قطعه زبده عشان ما اثبت وزني، بثبت مواعيد صيامي عشان ما اخسش تاني خلاص كده. فبثبت وزني بقطعه الزبده دي، بتعلي الاتوفيجي قوي او بتعلي الهرمون النمو. هرمون النمو انا يعني هشرح لكم ده، بس بعد ما اقول لكم الاول انا ليه بصوم من ضمنهم يعني هرمون النمو. اتعودت خلاص على الصيام، معدتي انكمشت، ما بحسش بالجوع على بعد الظهر، بستمتع قوي وانا بحضر فطاري، ما ببقاش حاسه بالجوع اللي هو يعني انا زمان كنت مثلا وانا جعانه اكل اي حاجه، عايزه احط اي حاجه في بقي، عايزه ابلع اي حاجه، في شراهه كده في الاكل. لا دي الحمد لله ما بقتش موجوده، فدي نعمه كبيره من ربنا. انا بحضر فطاري في نص ساعه وبفطر في نص ساعه، يعني في روقان كده، فيش احساس بالشراهه اللي كانت موجوده. فدي مميزات الصيام المتقطع. الميزه الاكبر بقى اللي عايزه اقولها لكم، واللي ان شاء الله بعد ما ربنا يعافيكم وتزودوا عدد ساعات الصيام وتوصلوا لها، ان في حاجه في الصيام المتقطع. اولا الصيام المتقطع بيعلي المناعه زي كده، ايه ده في السناك باخده لب ابيض، ده برضو عشان المناعه، فيها اوميجا 3 وفي زنك. لب ابيض ولب سوري مش متحمصين ولا فيهم ملح، يعني بحب ازقزهم كده. لو في مكسرات، يعني لو في مكسرات يبقى الفستق بيبقى اكتر عشان برضو بثبت وزني. يعني لو انتوا بتخسوا بلاش الفستق، يعني اعملوا عكس اللي انا بقوله ده. طيب انا دلوقتي خسيت وشفيت وحلويت طب انا عايزه ايه تاني؟ عايزه افضل شابه، عايزه جسمي يبقى صحي طول عمري، الاعمار بيد الله، معرفش هموت امتى، اعمار بتاعت ربنا، بس عايزه اخر يوم في عمري ان شاء الله بامر الله، ده املي اني افضل بصحتي، انا اخدم نفسي، انا اعمل لنفسي كل حاجه مع الجسم. وده اللي انا بعمله بقى دلوقتي اللي هو هقول لكم عليه، الالتهام الذاتي. دلوقتي انا بصوم 17 ساعه و 18 ساعه و 16 ساعه مثلا يعني، وفي ايام بقى بصوم 24 ساعه، وفي ايام بصوم 48 ساعه. ليه؟ اولا انا بستمتع بالصيام، بس انا طبعا مش هو ده هدفي. انا هدفي ان الالتهام الذاتي ده بيعمل فيا، وده انا بحس بيه، انا كل يوم بصوم فيه بصغر سنه، عاوز ايه تاني اكتر من كده؟ نعمه ربنا انعم عليا بيها. الالتهام الذاتي بيعمل ايه بقى؟ انا جسمي خلص دهون، ما بقاش فيه دهون، بيعمل ايه الجسم؟ بيديني طاقه منين؟ هيحرك ايدي ما فيش بنزين، ما فيش اكل في بطني، فبيديني من الخلايا التالفه، المخلفات بتاعه الجسم، الحاجات اللي بقالها سنين، السموم. في خلايا بتتلف وبتتركن على جنب، يفضل الجسم كان يركنها يركنها يركنها، ودي يكفينا يا رب، بعد عننا وعنكم اي حاجه وحشه، دي اللي بتعمل الامراض الخبيثه، فالجسم بيلتهمها بيلتهمها بياكلها ويديني بيها طاقه. يعني معنى كده ان انا في ايدي او في ايديكم بامر الله، طبعا كل حاجه بامر ربنا، ان انت ممكن تفضل تخف. يعني انا شفيت وخسيت وكل يوم بصغر، طب والله لما بصوم ال 48 ساعة انا اليوم اللي بعديها ببقى فراشة، اقسم بالله انا مش بحب احلف كتير، يعني انا ما بحبش الحلفان صدقوني،
او ما تصدقونيش براحتكم، اللي عايز يجرب تجربتي اهلا وسهلا انا معاه، لكن انا بقول لكم على واقع، لا ابحاث ولا دكتور فلان ولا دكتور علان، انا عملت في نفسي كده. والصيام المتقطع مفيد لكل الناس، حتى لو انت لو نحيف ممكن تصوم صيام متقطع وتعمل الحاجات اللي قلت عليها اللي هي بتاعت تثبيت الوزن، مش هتخس بس جسمك هيستفيد، هتتخلص من السموم، مش هيجيلك امراض خبيثة بامر الله. طبعا كله احنا ربنا يعني امرنا ناخد بالاسباب. طيب احنا لقينا دوانا اهو وشفينا، يا رب اكون قدرت اوصل لكم انا ليه بصوم لغايه دلوقتي، بستمتع بالصيام، عايزه افضل على طول بصحه كويسه، ودي نعمه كبيره من ربنا وفضل عليا، وعايزه افضل اخر لحظه في عمري يعني انا اموت وانا صحتي كويسه. اتمنى تتبعوا تجربتي على القناه، في فيديوهات لجميع الامراض، حاجات انا مجرباها وحاجات ناس تانية جربوها معايا وشفيوا وعملتها لكم، يعني مش ابحاث، تجارب. اسأل مجرب بقى ولا اسأل طبيب. شرفوني بالاشتراك، في انضموا للجروب بتاعي صيام متقطع تجربتي على الفيسبوك، وانا النهاردة كانت طالبة معايا شوية رغي، بس ان شاء الله اي حد يقول لي بترغي رغي 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 رغي، واقول لها في واحدة قالت لي كده في التعليقات، فانا بقول لها لو انتي ربنا راضي عنك هتفهمي كل كلمة في الرغي ده وتستمتعي بيها وتنفذيها وتحسي باللي انا حساه. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وما تنسوش الصيام المتقطع سحر الشفاء من الأمراض.